سيدة مصرية فاضلة دكتور داليا، فازت بلقب أكثر امرأة ملهمة في كندا، وده بعد تكريمها بالمناسبة للمرة الثانية بالوسام الملكي الكندي. دكتور داليا الشافعي مصطفى، استشاري نفسي ورئيس الأكاديمية الكندية لتطوير الذات بكندا، أهلا بك يا دكتور داليا. أهلا بحضرتك أستاذ يوسف، وأهلا بجميع السادة المشاهدين معنا النهاردة على القناة الأولى في التلفزيون المصري اللي أنا بعتبره بيتي وذكرياتي وطفولتي من وأنا صغيرة. ده بيتنا كلنا وطفولتنا وذكرياتنا وجانب ضخم من وجداننا. دكتور داليا قولي لي، بقالك قد إيه في كندا؟ 17 سنة النهاردة. 14؟ 17. 17 كمان؟ مش ممكن. طيب هسأل بقى هنا سؤال، مسألة أنه تكرمي مرتين وتحصلي على الوسام الملكي مرتين، أنا أعتقد وصححيني لو أنا غلطان، دي من الحاجات النوادر، يعني الأوسمة الكبرى والجوائز الكبرى عادة لا تمنح مرتين لنفس ذات الشخص، فهل ده صحيح؟ وإيه السر؟ ده صحيح فعلا. وعلى فكرة كمان أنا مش بس المصرية والعربية والمسلمة الوحيدة اللي تاخد الوسامين، أنا أكشي الكندية الوحيدة اللي أخذت الوسامين من الملكة إليزابيث. الله 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 يرحمها ويمشمش الطوبة اللي تحت راسها. طب قولي لي يا دكتور داليا، إيه السر وراء إنه خدتي الوسام مرتين؟ ما شاء الله تاتش وود، يا رب يبقوا 30. أحب أنوه عن حاجة بس أستاذ يوسف، إن أنا الحمد لله بفضل الله أنا معايا 56 تكريم دولي ووسام دولي، تمام؟ فالميدالية دي هي الـ 56 وهي الثانية كميدالية ملكية. أنا بدأت العمل العام عندي والعمل الإنساني بطريقة مختلفة شوية عن باقي الناس. غالباً الناس لما بتكبر شوية في العمر في الثلاثينات أو الأربعينات أو لما بتتقاعد بتحب تتطوع للعمل العام سواء في كندا أو حوالين العالم. صحيح. لكن أنا المسيرة بتاعتي بدأت في أسرة كان الأب والأم بيمادر، ده بالنسبة لي كانوا دايماً قدامي بشوف عمل الخير دي حاجة، يعني دي حاجة إحنا عايشين بيها وعايشين عليها وببركتها وفي النور بتاعها. وكنت في مدرسه اسكندريه، مدرسه نوتردام دي سيون، دخلت فيها من اولى حضانه لحد ثانويه عامه، فكمان المدرسه كانت بتأيد نفس دور خدمه المجتمع. فبدات مشواري في خدمه المجتمع من وانا 9 سنين، فده اللي بيميزني عن اي حد تاني ان انا بدات المسيره بدري جدا جدا، فعلى الرغم من صغر سني دلوقتي الا ان انا بقالي 25 سنه دلوقتي في هذه المسيره الانسانيه، سواء في مصر او سواء في كندا. في قصه جميله بس شيقه جدا هقولها لحضرتك في عجاله سريعه جدا. ليه عمل الخير؟ وانا 12 سنه، انا والدي كان مهندس الله يرحمه توفى من 20 سنه، مهندس رمزي الشافعي، وانا عندي 12 سنه كانت اول مره اشوف والدي بعيط. كنا عند الدكتور ورجعنا من عند الدكتور، والدكتور اخبر والدي ووالدتي ان انا عندي روماتويد. مرض الروماتويد يعني من زمان كان مرض قاسي جدا، النهايه بتاعته المعروفه كانت كرسي متحرك خلال 6 شهور، ده اللي الدكاتره قالوه. ففاكره يوميها ان انا والدي قال لي عمل الخير هو اللي هيقوي ظهرك، طول ما انت بتعملي خير طول ما ربنا سبحانه وتعالى هيفضل صلبك ومقويكي، عمل الخير هيجيب خير وربنا هيباركك. والعباره دي كان والدي بيرددها كل يوم، فاصبح ان هو ده اسلوب حياه، يعني زي ما انت بتقوم الصبح بتاخد البريكفاست بتاعك، بتصلي، بتجهز عشان تروح شغلك، فعمل الخير دي حاجه موجوده كل يوم، سواء كان عمل الخير ده كبير او صغير، جبران خاطر، بتسال على مريض، بتساعد محتاج، بتخفف وجع عن انسان، فهي دي الوصفه السحريه اللي والدي الله يرحمه الدهاني. وفاكر ان انا كنت بنت صغيره اياميها، فطبعا ما كنتش فاهمه، سالته وانا عندي سرطان وانا هموت وايه اللي هيحصل؟ قال لي لا، بس انت محتاجه ان كل يوم لازم توعديني في كل يوم هتحاولي، مهما كان الالم، مهما كان الوجع، مفيش حاجه هتوقفك عند حدك، لازم هتحاولي ولازم هتحلمي، وطول ما انت بتحلمي، طول ما انت بتعملي خير، نيتك صافيه وسعيك دؤوب، دايما ربنا هيكون معاكي. والوصفه دي كانت وصفه انا لفيت العالم كله وانا صغيره بحثا عن العلاج، مصر، اوروبا، امريكا، كندا، ويعني الوصفه دي هي فعلا اللي انا مؤمنه بيها، ان عمل الخير هو اللي مبارك الحمد لله. البنت الصغيره اللي في مصر الدكاتره قالت انها هتقعد على كرسي متحرك ومش هتتحرك، مش هينفع تخلص جامعتها او مدرستها، مش هينفع تتجوز، مش هينفع تخلف،
كل الحاجات دي بفضل بركه الخير وخدمه المجتمع والعمل الانساني، وان انا الف قلوب الناس، وان انا اقدر ان انا اساهم يكون ليا بصمه مؤثره سواء في اسكندريه سواء في القاهره في بلدي مصر او سواء في كندا. هي دي الحمد لله اللي مخليه البصمه الجميله اللي حضرتك شايفها دي موجوده النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى. دي منوره مش بس جميل، ده انت كده الاكثر الهاما مش بس في كندا، انت كده الاكثر الهاما في دول النفتة بالكامل زائد جمهورية مصر العربية على الأقل. أنت من المكسيك لكندا والله والله الله يخليك. وهو فعلا هذا من فضل ربي وما توفيقي إلا بالله. الحمد لله والشكر لله. بنيته حلوة وبيسعى باجتهاد دايما هيكون في نتيجة ودايما هيكون في كرم وفضل من ربنا سبحانه وتعالى. طب طبعا أنا لازم أقول إن أنا مدينة للأب العظيم والأم العظيمة اللي ربوني بالطريقة دي، وكان يعني كان من نعم ربنا عليا ان هم لما كبروا في السن الحمد لله ان انا اديت الرساله وحملت الامانه لحد ما توفوا هم الاثنين، فاضل من 20 سنه مامي من 4 سنين ونص. فالحمد لله يعني قدرت ارد ولو جزء ضئيل، انا مهما حاولت ان انا ارد عمري ما هرد الدين الجميل اللي هم عملوه. مستحيل حد بيرد الجميل بتاع اهله. عندنا حاجه دايما بنسميها الباور اوف ستوري، فان انت تكون عشت تجربه، التجربه دي ليها مصداقيه والتجربه دي حقيقيه. احنا بنزعل قوي ساعه الابتلاء او لما ربنا بيشتلينا، ولما كنت طفله صغيره اكيد كنت بسال طب ليه انا، طب ليه ربنا اللي اختارني وانا عيانه. على الرغم من مئات المرات اللي بابايا كان بيقول لي ربنا ميزك، ربنا اداكي قلبي يحس بالوجع، اداكي قلبي يحس بالالم عشان تقدري تساعدي الناس اكتر. فمن هنا حياتي كلها جت نشات في خدمه المجتمع وفي العمل الانساني. حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا، الجايزه ما بتتكرمش لنفس الحاجه، فلازم الانسان يكون عمل حاجات مختلفه صح عشان يؤهل الى كل جايزه. اول جايزه اللي كانت في ابريل 2018 أيوة. دي جايزه انا بعتز بيها جدا لان والدتي الله يرحمها حضرت التكريم معانا، والسفير المصري بنفسه في كندا كان موجود معانا في التكريم. الجايزه دي انا اتكرمت فيها علشان مبادره مجتمعيه انا عملتها، انا مش اعلاميه بس انا كنت ماسكه اذاعه المدرسه من 5 ابتدائي لثانويه عامه. فنشأت برضو في الجو الجميل اللي هو كنت بقول تحيا جمهوريه مصر العربيه قلبي 6 مرات في اليوم. فطبعا ده كان شرف ليا، مدرسيني في المدرسه اللغه العربيه اثقلوا الخبره دي عندي والناحيه الاعلاميه، واستمرت على مدار كبير جدا وبعد كده انتقلت في الكليه وفي مصر وفي كندا اند سو اون. فالوالده الله يرحمها تعبت وانا كنت عايزه اراعيها زي ما هي راعتني وانا صغيره لانها عملت كتير قوي علشاني. فجت النقطه من هنا، مش عارفه لو حضرتك عارف النقطه دي ولا لا، جت النقطه الفيصليه هنا ان انا حولت من مجال الهندسه بعد ما كنت بحضر دكتوراه في الهندسه، بعد ما كنت شغاله رئيس قطاع في كبرى شركات البترول شركه باترو كندا، فحولت من اقصى شرق كندا من موريال الى الغرب تمام، وقابلت القطر بتاع الشركه دي علشان ان انا اعيش في غرب كندا عشان اقدر ان انا كبنت وحيده ما كنتش متجوزه ساعتها، وطبعا مامتي ما كانش عندها تامين صحي في كندا، فانا كنت بدرس وكنت بشتغل فاتحه بزنس عشان اقدر ان انا اجيب مصاريف العلاج علشان اقدر ان انا اعالج مامي الله يرحمها. لكن لما الحاله اشتدت عليها وتعبت واضطرت انها بقيت اكلمها في التليفون الاقيها ممكن تكون وقعت ممكن تكون اغمى عليها، فقررت ان انا الاولويات في حياتي هي والدتي رحمه الله عليها. فمن هنا جت الشفت ان انا قلت لا انا عايزه ادور على حاجه اكون بحبها واستمتع بيها وتكون في المجال اللي انا متالقه فيه. ودايما الحمد لله بفضل الله كان ربنا رازقني بالنور والقبول وان فيه بلاغه وفيه فصاحه، فقلت طب انا بحب عمل الخير اعمل حاجه اقدر اساعد بيها الناس. وكنت عارفه ان المشاكل النفسيه في الجاليه كثيره جدا جدا عندنا في كندا، وكان في احساس داخلي، الاحساس الداخلي ده كان بيقول ان ربنا عايزني في الاريا بتاعه السايكولوجي، يا داليا انت مكانك هنا. بس طبعا التغيير بالنسبه لي انا كان اوكي، لكن بالنسبه لامي وهي ست كبيره في السن ده كان مفزع ان ده اللي هتغير الكارير. لا طبعا ويا ترى طب الكارير الجاي هيبقى عامل ازاي؟ وهتتنقلي من انت كنت في كيباك مش كده؟ كنت في كيباك كنت وبعدين نقلتي بقى على بريتش كولومبيا. لا بالظبط نقلت على بريتش كولومبيا وبعد كده نقلت على كالجري اللي انا مستقر فيها دلوقتي. يا نهار ابيض مستقر فيها دلوقتي بالظبط. وكل ده يعني عارف صعب لما تيجي تقول ان بنت عندها 25 سنه تعمل كل ده لوحدها، يعني ما كانتش حاجه سهله. يعني فاكره زمايلي في الجامعه كانوا دايما يقولوا لي يعني الجمله اللي ما فيش اي ست بتحب تسمعها، انت 100 راجل.
طبعا. فالحمد لله ربنا كرمه وكان كبير، وعمري ما حسيت ان انا كنت لوحدي، بل بالعكس كنت حاسه ان دايما ربنا في ظهري وربنا معايا وربنا ساندني. ويعني يعني كانت مامي بتخش اوضه العمليات بتقعد بالثمن وبالعشر ساعات، وانا ببقى قاعده لوحدي بره تمام. اي نعم معايا زميلاتي وزمايلي في الجامعه والسفاره المصريه كانت دايما مسنداني، دايما يكلموني يسالوا عليا وعلى مامي، وعايزه حاجه دعم نفسي من السفاره كان دعم هايل جدا، طب سواء الحمد لله. ايام القنصل امل سلامه او معالي السفيره وفاء الحديدي، فالناس دي ليها افضال عليا كتير جدا. والدبلوماسيه المصريه عمرها ما سابتني لوحدي وانا في الغربه ايام مرض مامي، وحتى بعد وفاتها وفي نجاحاتي دايما موجودين جنبي، يعني جنبا بجنب، وانا بحب ده وبعتز بيه جدا. لا احنا دايما نقول كده، احنا خارجيتنا في ظهرنا طول الوقت، يعني الخارجيه بتاعتنا الحقيقه بمنتهى القوه. بقول دايما الخارجيه بتاعتنا بمنتهى القوه وبمنتهى المحبه، واقفه دايما في ظهر كل المواطنين المصريين في اي حته، وصولا الى والله العظيم لو عندنا في الاسكا هتلاقي الخارجيه بتاعتنا واقفه في ظهرنا برضو هناك. انا بشكرك جدا يا دكتور داليا، ومش عارف اقول لك ايه والله، يعني فعلا قصه شديده الالهام. الف الف شكر، وربنا يوفقك. وبالمناسبه الدنيا عندكم تلج برد، فربنا يا رب يعني يقويك على البرد اللي انتوا فيه ده، دي حكايه صعبه جدا جدا. كندا يا جماعه برد بروده غير طبيعيه. كل الشكر للدكتوره داليا الشافعي مصطفى، استشاري نفسي ورئيس الاكاديميه الكنديه لتطوير الذات بكندا.